طيب ان شاء الله دلوقتي هنناقش تاني محاضرة. تاني محاضرة كانت بتتكلم عن ايه؟ الفكرة كلها مش احنا كنا اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت اللي احنا عايزين دلوقتي ندرس البيولوجيكال داتا على مستوى الايه المولكيولز، تمام؟ واتفقنا عشان ندرسها على مستوى المولكيولز محتاجين ندرس الايه الدي ان ايه. حلو، ليه؟ علشان عرفنا ان عندي حاجة اسمها سنترال دوجما. سنترال دوجما فيها بتتحول دي ان ايه لار ان ايه، وبعدها بتتحول لبروتين، وبعدين البروتين بيظهر لنا الصفة، وقلنا كل الكلام ده، تمام؟ حلو. طيب انا عايز اعرف بقى دلوقتي، مش احنا كنا اتفقنا ان انا محتاج اجيب او علشان ادرس الحاجات دي محتاج اعرف تتابع الدي ان ايه، صح ولا لا؟ تمام، جميل قوي. طيب انا بعرف تتابع الدي ان ايه ازاي؟ مش احنا كنا اتفقنا ان الدي ان ايه يا جماعة موجود في النواة؟ احنا لو بنتكلم طبعا على ايوكارياتيك، يعني اللي هو اللي في الكائنات اللي هي الايه اللي فيها نواة، ماشي؟ الدي ان ايه بيبقى موجود في النواة، صح؟ طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل له ايه؟ عايزين نجيب التتابع بتاعه. طب هنستفيد من ايه علشان نقعد نعمل بقى عليه عمليات، نعمل عليه بروسيسنج، نعمل عليه اناليسيس عشان نشوف الصفات، نشوف مش عارف ايه، زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، يعني اللي احنا عايزين نعمل اناليسيس للايه للدي ان ايه. جميل. طيب يبقى انا دلوقتي عايز اطلع السامبل دلوقتي، ماشي؟ اجهزها، بعد ما اجهزها ادخلها على جهاز. الجهاز ده هو هيعمل لي الايه السيكونسنج، يعني هيقول لي ان التتابع مثلا بتاع الشريط ده في الجزء ده مثلا AAC مش عارف كذا، تمام؟ او ما انا اخد بقى التتابع ده اقعد بقى مثلا اشغل برنامج بايثون ولا حاجه، اكتب كود بايثون بعدين اعمل عليه ايه اناليسز والكلام من ده، تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي خلينا نبدأ بقى واحدة واحدة. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب السامبل. طيب هنجيب السامبل ازاي؟ شوية خطوات بسيطة جدا، مش انا اللي بعملها على فكرة، دي خطوات بيعملها البيولوجيست، يعني واحد اسمه البيولوجيست هو اللي بيجيب لي السامبل، هو اللي بيعملها سيكونس وبيجهزها لي وبيجيب لي السيكونس، بيجيبها لي انا بقى يعني كبايو انفورماتيشن، انا بقى اللي بقعد اعمل الايه الكمبيوتيشنز عليه وكده، ماشي؟ اللي هو مثلا بقعد اعمل برنامج بعمل له بروسيسنج مش عارف ايه والكلام من ده. جميل. طيب انا دلوقتي عايز اجهز السامبل بتاعتي، بجهزها ازاي؟ اول حاجه اللي انت هتعمله اللي انت هتايسوليت الدي ان ايه. يعني ايه؟ يعني هتطلعه من الخليه من النواه، تمام؟ بعد ما انت جبت الدي ان ايه هنعمل ايه؟ هتبدا تقطعه لاجزاء صغيره. طب هنقطعه ليه لاجزاء صغيره يا جماعه؟ علشان الدي ان ايه ده هو كبير قوي، مفيش جهاز سيكونسنج يستحمل ان انا احط فيه عدد كبير قوي من القواعد. امال ايه؟ لا ده انا بحطها اجزاء اجزاء اجزاء، تمام؟ الجزء الواحد بيبقى من 200 ل 300 ايه قاعده، تمام؟ يبقى انا بقسم، تاني خطوه عندي اللي انا بقسم الدي ان ايه مجموعه من الاجزاء الصغيره. حلو. طيب تالت خطوه بضيف حاجه اسمها سيكونسنج ادابترز. الادابترز دي بتعمل ايه؟ بتسمح للسيكونسنج ماشين اللي هي الماشين اللي بتعمل سيكونس للدي ان ايه، بتسمح ان هي تتعرف على الفراجمنت بتاع الدي ان ايه، تعرف ان دي فراجمنت من الدي ان ايه بدايتها هنا ونهايتها هنا، تمام؟ يبقى دي الفراجمنت بتاع الدي ان ايه، هي دي الايه دي الادابترز بتاعتها. فايدتها ايه؟ بتخلي الماشين تتعرف على الفراجمنت بتاعت الدي ان ايه، من غيرها انا الماشين ما كانتش هتعرف هي بدايته فين ونهايته فين، تمام؟ يعني كأنك انت كتبت كلمة مثلا وعايز تبعتها لي، فبتقول لي الكلمة اللي انا بقى كتبتها بدايتها من اول هنا لغاية هنا، فانا هعرف من ايه من الماركر اللي انت حطيته لي، كأنك انت عملت كده ايه مارك بفوسفوري مثلا والكلام من ده، حد فاهم قصدي؟ طيب خلاص، يبقى احنا دلوقتي عدينا بثلاث خطوات. اول خطوة احنا جبنا الدي ان ايه من الخلية، تاني حاجة قطعناه شوية اجزاء صغيرة، ضفنا تالت حاجة ضفنا السيكونسنج ادابترز، رابع حاجة او خلي بالك بقى هنا قالك ان السيكونس ادابترز احيانا ما بتنفعش 100% وساعتها بيبقى فيه اخطاء عادي، ما هو وارد ان يبقى فيه اخطاء في السيكونسنج ماشين، انا اعرفها كمان شوية. رابع مرحلة بيقول لك اللي هو البي سي ار امبليفيكيشن. طبعا انت استحالة تطلع كل الدي ان ايه من الكائن الحي، تمام؟ يعني صعبة جدا أو استحالة، مش ممكن يعني. أما أنت بتعمل، لا ده أنت بتطلع جزء، أنت بتطلع fragments وتقعد إيه تزودها، تعملها amplification، تقعد تخليها كتير، تمام؟ كأنك عندك حتة كده صغيرة بس أنت مثلا إيه عملت عليها مثلا عمليات كيميائية أو كده، فأنت زادت زي العينة اللي عندك بدل ما كانت صغيرة ومش هتكفي السيكونسنج ماشين، زادت علشان ايه تكفي، بقى عندك تتابع كبير يعني، تمام؟ طيب خامس خطوة، انت بتتأكد من تركيز العينة اللي انت عملتها، تتأكد ان هي تمام، وتأكد برضو ان الفراجمنت لينس بتاع الدي ان ايه برضو تمام ومفيهوش مشكلة، ده اللي هو ستيب ايه ستيب 5. بعد كل الكلام ده يبقى كده العينة بتاعت الدي ان ايه بقت جاهزة ان هي تدخل في السيكونسنج ماشين، تمام؟ نيجي للسيكونسنج ميثود، في طرق للسيكونسنج، تمام؟
الطرق ده هي بتختلف يعني مثلا على حسب الجينيريشن. يعني اول جينيريشن مثلا كان ممكن يعمل بروسيسنج لعدد كبير بس كان غالي جدا، وكان يعني مش اي حد كان بيقدر يعمل سيكونسنج. بعدين جه شويه اللي هو السكند جينيريشن بقى افضل، الثيرد جينيريشن، وبالتالي احنا دلوقتي عايزين نعرف طرق السيكونسنج ماشيه ازاي. تمام، طبعا احنا هنتكلم لسه ده على التفصيل بالتفصيل في المحاضره اللي بعد دي ان شاء الله. ماشي، طيب قبل ما نتكلم على طرق السيكونسنج، في حاجة اسمها عندي الهيومن ريفرنس جينوم. حد قبل كده اشترى مثلا، اشترى ايه؟ اشترى بيسموه ايه؟ ديكشنري مثلا انجليزي ولا حاجة. بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه كل الحروف على كل الكلام على كل على كأنه مرجع للغة الانجليزية. تمام؟ هنا نفس الكلام، بس بدل ما مرجع للغة الانجليزية هنا مرجع للجينوم. يبقى انا دلوقتي واحد عملت، انا عالم اهو، عملت ايه؟ عملت سيكونسنج لجينوم معين، عايز اقارنه بحاجه موجوده قبل كده علشان ابدا اطلع بقى ايه، اطلع منه معلومات. فقال لك ان هو انا بقارنه بحاجه اسمها الهيومن ريفرنس جينوم اللي هو جي ار اي سي اتش 38. تمام، فده هو اتعامل كانه الديكشنري او الريفرنس بتاع الايه، بتاع الهيومن جينوم اللي كل الناس بترجع له. حلو، طيب هنبدا بقى بطرق الايه، طرق السيكونسنج، ونبدا الاول خالص اول طريقه سيكونس باي سينثيسيس. تمام، معرفش انا نطقتها صح ولا لا، بس الصراحه مش فارقه معايا، احنا مش في درس انجليزي ده، ان شاء الله هيبقى في الفيديو الجاي.